الواحد سعيد جدا موجود في محافظة الفيوم وبمعهد الأورام. إن شاء الله بإذن الله نكون داعمين بفكرة تبرعات، لأن طبعا العلاج كله بالمجان، فهنكون كل يوم محتاجين لتبرعاتكم. إن شاء الله احنا الزكاة تكون هنا بإذن الله، إن شاء الله المعهد الأورام الجديد في الفيوم، واللي بيعالج كل الناس الغلابة والفقراء اللي مش قادرين يعالجوا أولادهم إن شاء الله يتعالجوا هنا بفضل، يعني إن شاء الله تبرعاتكم بإذن الله. أنا سعيد بوجودي هنا، وإن شاء الله بإذن الله نكون وجودنا أحد أسباب استمرار المعهد، وإن شاء الله وعلاج آلاف من الناس إن شاء الله بإذن الله. شكرا جدا ليك يا كابتن.